الثاني اللي صار فيه خالد حسين خالد عبد الله مارك. هذا اللي توقعناه لما تكون النتيجة صار حق نادي الغاشية هذا اللي لكن خلا أبقى على صالح الشيخ لي يعني عامل الخبرة والأمور هذه كلها. لكن أيضا حتى التبديل الأخير كان أيضا اللي ظرف الإصابة نادي الغاشية التبديلات اللي أجراها تغلبت عن نادي الكويت بل نادي الكويت كان تبديلاته هجومي أكثر شاعي إلى 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 إحراز النتيجة أكثر من نادي الغاشية اللي ممكن نقول المحافظة على 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 رسم المباراة المحافظة أو استغلال خطأ معين من المدافعين ومن ثم تسجيل الأهداف. إنما كان الكويت هو الساعي شرطة وين كان هبط الأداء كان هو الساعي أكثر إلى التسجيل أو إحراز الأهداف. أحمد أذكر نفس الجزئية يعني بعد إضافة نادي الكويت يعني هدف يحقق التعادل يعني توقعنا الرسم راح يكون أكبر المستوى الفني راح يرتفع بشكل كبير لكن تفاجئنا بالهبوط هبوط من الجانبين رغم المحاولات يعني يمكن محاولات الكويت بشوط ثاني أكثر من الأساس يعني حتى بالأسلوب الهجوم اللي كنا نلعب فيه فريق نادي الكويت التغييرات يعني بأي لاعب يعني حتى أبو خالد يعني يمكن زيادة على كلام أبو عزيز يعني خلني على الجانب القاسية ليش ما في هجمات في الشوط الثاني يعني كأن المهاجمين معزولين عن لاعبين الوسط ما يعني ما شفنا لاعب وسط اللي يروح يساند المهاجمين يعني ما عدا يمكن بدر مطوع اللي دائما الكرة كيلة وهو اللي يلعب للمهاجمين ويروح يعني ما شفنا لا صالح الشيخ ولا يعني الأنصاري تراجع كبير كان حق فريق نادي الغاشية وهذا كان يعطي مجال حق فريق نادي الكويت انه يكمل او يكمل الهجوم اللي بدأ عليه الشوط الثاني يعني احنا توقعنا انا واحد قاعد طالع المباراة توقعت نادي الكويت يمكن يسجل بعد هدفين مو هدف واحد هدفين بس ما